الفيفاي من المشاريع الواعدة معنا في السلطنة، فالطلب عليه كبير. المنتج العماني والمحلي الآن له طلب أكثر عن المستورد. خلونا نتعرف على طرق الحراثة والتسميد والري. كل ما أخذت في الطول ارتفاع أكبر، كل ما تعطيك ثمار أصغر. السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الزراعي حصاد. سنغوص في المزارع والبساتين، وسنتعرف على أفضل التوصيات العلمية والتجارب العملية الناجحة في سلطنة عمان لزراعة الفيفاي، والتي يسميها البعض بالبباب. في الظروف المثالية يصل إنتاج النبتة الواحدة من الفيفاي 100 كيلو، ولكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلوية التربة يصل إنتاج النبتة الواحدة إلى 45 كيلو. بمعنى عليك التركيز أن الفدان الواحد من الفيفاي واللي فيه 1050 نبتة فيفاي متوقع أن يصل الإنتاج في هذا الفدان أو في هذه المساحة من 42 طن إلى 105 طن، بمعنى أن الإيرادات المتوقعة هي من 14700 إلى 36700. فهذا المشروع لا يأتي سهلا يسيرا. فاكهة الفيفاي هي عبارة عن نبتة عشبية ضخمة سريعة النمو، بمعنى إنها خلال 4 أشهر من زراعتها تبدأ في الإثمار، وخلال 6 أشهر تستطيع البدء في الحصاد. هنالك عدد من الفنيات الزراعية التي يتعين معرفتها قبل البدء بزراعة محصول الفيفاي. طريقة المزارع الفلاني صحيحة، وطريقة المزارع الآخر أيضا صحيحة، ولكن كلها تشترك في مبادئ عامة. الفيفاي نبات استوائي، بمعنى أن درجات الحرارة المثلى هي اللي تكون بين 25 إلى 33 درجة سيليزية، لكن هذا لا يعني أنها لا تنمو في المناطق المعتدلة، ولكن الإثمار يكون أقل جودة عما هي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. الفيفاي يتأثر بدرجات الحرارة اللي يزيد عن 43 درجة سيليزية، وكذلك يتأثر بالصقيع. في كلا الحالتين علينا اتخاذ الإجراءات الزراعية المناسبة لحماية المحصول من هذه الإجهادات. في هذا المكان بنتعرف على طرق مكاثرة نبتة الفيفاي. نبتة الفيفاي تتكاثر بطريقتين، الطريقة الأولى واللي هي أكثر شيوعاً البذور، الطريقة الثانية وهي الإكثار الخضري. الإكثار الخضري له 3 عناصر، العنصر الأول إما عن طريق العقل، العنصر الثاني إما عن طريق التطعيم، والطريقة الثالثة واللي هي تكون عن طريق الزراعة النسيجية. والآن نبتدي في زراعة بذور نبتة الفيفاي عن طريق الصحون أو الأسس الزراعية المتخصصة. يحتاج أن تكون هذه الأسس بمقاسات جيدة مثل هذه اللي أمامنا، حتى نمكن من جذور الفيفاي من النمو والاستطالة بشكل جيد. نستخدم البيتموس. الحين بهذه الطريقة نحن نفرش البيتموس على الصحن. بعد وضع البيتموس في الصحن الزراعي يمكن أن نبدأ في وضع البذور. البذور توضع دائما في أكياس خاصة جدا حتى أنها تحميها من التلف ومن الحرارة ومن المؤثرات الخارجية. مدة حيوية هذه البذور قد تصل إلى 3 سنوات. نضع البذور في كل مكان حبة واحدة، ولكن تكون غرسها أو يكون يعني عمقها في هذا في البيتموس من 1 إلى 3 سم بهذه الطريقة. مدة الإنبات تصل في حدود 2 إلى 3 أسابيع حتى تبدأ معالم هذا النمو في الظهور فقط. تستمر عملية الإنبات حتى تبدأ الشتلة وتصل إلى ارتفاع حدود 25 إلى 30 سم، تحتاج إلى 5 أسابيع. هناك في طريقة معينة تسرع من عملية الإنبات واللي هي كسر فترة السكون من خلال وضعها في درجة حرارة مياه تصل إلى 70 درجة سيليزية لمدة
فقط 15 ثانية، وبعد ذلك وضعها في مياه عادية درجة حرارتها 25 لمدة 24 ساعة. إخواني المزارعين، قبل أن تبدوا في زراعة محصول الفيفاي، خصوصاً إذا كانت كميات كبيرة، عليكم بتحليل التربة، لأن هذا الأمر راح يسهل عليك معرفة العناصر الموجودة داخل التربة، وبالتالي تقليل المصاريف التشغيلية لمشروعك. لكن هناك في مبادئ عامة يحتاج أنك دائماً تواظب عليها، واللي هي إزالة الأملاح الموجودة داخل التربة بسبب السطوع الشمسي وأيضاً قلة الأمطار واللي تسبب في تركيز الأملاح. فعليك دائماً المواظبة على مذيبات الأملاح، وأيضاً عليك بإضافة الأشياء اللي من شأنها زيادة امتصاص النبات للعناصر الغذائية. نحن الآن بإمكاننا بعد الزراعة الري، ولكن نقطة أيضاً مهمة فيما يتعلق بالري، واللي هي عدم إغداق هذه التربة أو هذا الوسط الزراعي اللي هو البتموس من المياه، لأنه كثرة الري راح تسبب في ظهور كثير من الأمراض، خصوصاً أمراض الجذور كالمرض اللي دائماً يصاب به الفيفاي أو نبتة الفيفاي اللي هو المرض الفطري الفايتوفيثوريا. نبدأ في رش المادة أو الوسط الزراعي هذا البتموس بكمية يسيرة من المياه. تكرر العملية متى ما وجدت الحاجة إلى ترطيب هذا المكان، بمعنى إنه العملية اليومية أمر خاطئ. هل هذا الوسط الزراعي محتاج إلى مياه أم لا؟ في فترة الصيف نعم قد يكون محتاجين إلى الري اليومي، لكن بالنسبة لفترة الشتاء بإمكاننا المباعدة في الريات. عندنا مدة طويلة قد تصل إلى أسبوعين إلى ثلاثة حتى تبدأ معالم نمو هذه البذور. ماذا يحدث بعد 5 أسابيع من الزراعة؟ تصبح الشتلات بفضل الله وتوفيقه بهذا الحجم. الاستطالة تصل إلى 25 إلى 30 سم، وهي أفضل الأوقات لنقل هذه الشتلات إلى الأرض المستدامة. تهيئة الأرض تحتاج إلى بعض الفنيات، واللي هي حراثة الأرض، تقليب الأرض، وضع كمية معينة من الأسمدة العضوية، وأيضاً كمية معينة من الأسمدة المعدنية. خلونا نقف على بعض أسس وضع الأسمدة المعدنية في التربة. عندنا من الأشياء الأساسية بعد وضع المادة العضوية اللي هي الكومبوست بكمياتها اللازمة التي تعادل 6 طن لكل فدان. يحتاج أن نضع الأسمدة المعدنية. من أبرز هذه الأسمدة المعدنية الكبريت الزراعي. الكبريت الزراعي المحبب اللي من شأنه علاج قلوية التربة وإذابة الأملاح التي تعتري أراضينا، وبالتالي تسهيل النبات امتصاص العناصر الغذائية، ناهيك عن وجود بعض العناصر الغذائية الأخرى اللي هي الكبريت والنحاس وما إلى ذلك الموجود في بعض المنتجات الزراعية. عندنا أيضا السوبر فوسفات الأحادي، واللي هو مهم جدا في تقوية الجذور وزيادة نموها. عندنا محسنات امتصاص العناصر الغذائية اللي هو الهيومك أسيد، اللي يعمل على تيسير امتصاص النبات للعناصر المتوفرة في التربة. كذلك من الأشياء المهمة عند حراثة التربة هي وضع الأمبيكي المحبب مثل هذا الموجود أمامي، عبارة عن 15 15 15. ولا ننتقل من معملنا الصغير إلى الأرض اللي نشتغل عليها لزراعة الفيفاي. في هذا المكان جهزنا مصطبين، ومثل ما ذكرنا المصاطب هي من أفضل طرق الزراعة الحديثة لتلافي الإشكاليات الزراعية. المصطب يعمل على تهوية التربة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعمل على سهولة ذوبان الأملاح وإبعادها عن الجذور.
نضع الأسمدة بهذه الطريقة، ثم نبتدي بعملية تقليبها مع التربة. ومثل ما ذكرنا أن المصاطب يعني من شأنها الاحتفاظ بالأسمدة العضوية وعدم تناثرها واستفادة النبات منها بقدر ما أمكن. بعد تهيئة التربة وضع الأسمدة العضوية والمعدنية فيها، يتعين علينا تبريد التربة من خلال ترطيبها. علينا قبل زراعة الفيفاي والنقل من الصحون إلى الأرض المستديمة، علينا أن نتأكد من جفاف البيتموس داخل الصحون حتى ما يحدث تكسر لهذه الشتلات. الحين نقوم بإخراج هذا من الأسفل، نضغط عليه شيء بسيط، ثم نخرج الشتلة، شتلة الفيفاي بهذا الطريقة. شوفوا، لاحظوا سلامة الجذور ونموها بشكل جيد. نزرعها على بركة الله بهذا الطريقة البسيطة. تزرع شتلة الفيفاي ونقرب شوية خطوط الري بالتنقيط حتى أنها تحصل على الكميات الجيدة من المياه. أيضا من الملاحظات اللي علينا نتبعها حتى نحمي الفيفاي من حرارة الصيف هي استخدام العشب الجاف أو الشاش الزراعي الخاص حتى نقلل من عملية التبخر الأرضي. كذلك علينا ألا نضغط على الشتلة مباشرة، إنما نضغط على حواف الشتلة. إخواني المزارعين، هناك في ثلاثة نقاط أتمنى أنكم تنتبهوا عليها. النقطة الأولى فيما يتعلق بتباعد الشتلات، خليها بين الشتلة والأخرى 2 متر، وبين الخط والآخر أيضا 2 متر، على أن يكون شكل الزراعة مثلث، بمعنى أن الفدان الواحد واللي هو عبارة عن 4200 متر مربع تقسمه على 4، بمعنى أن الفدان يستوعب 1050 نبتة فيفاي. النقطة الثانية فيما يتعلق بالإجهادات الحرارية اللي تصيب الفيفاي في فترة الصيف، علينا وضع الشاش الزراعي أو وضع الحشائش الجافة واللي من شأنها تقليل عملية التبخر وحماية الجذور من التلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. فإذا اشتغلت معاك الجذور بشكل جيد، كلما كان الامتصاص عالي وكلما عوض النقص الكبير من المياه اللي يصير بسبب النتح. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالمحاصيل المكشوفة، عليكم بالمواظبة على رشها بالمبيدات الحشرية لمنع الحشرات اللي تجيب مرض فيروس تقعد أوراق الفيفاي أو الموازي. بعد ما وقفنا على المبادئ العامة لزراعة الفيفاي، غايتنا ننتقل إلى أحد المزارع التجارية في ولاية منح المشهورة بزراعة الفيفاي بكميات كبيرة، مع المزارع عمر العبري. عمر، أنا بسألك سؤال. نعم. ليش قطفنا الفيفاي وهو في بداية الاصفرار؟ نعم، في بداية الاصفرار احنا نقطفه يعني عشان موضوع التسويق. مثلا عندنا المحلات او السوق المركزي يحتاجوا انه بس فقط نقطة صفراء، يعني في مرحلة النضج.
أيوة. عاد في السوق المركزي أو المحلات على أساس يمادهم ولحد ما يوصل إلى المستهلك النهائي. أيوة. فيكون بالنضج النهائي إن شاء الله. طالما ذكرنا الأسواق والبيع وغيره. نعم. مزرعتك كم فدان؟ لمزرعة ثمانية فدان. المزروع ثمانية فدان. ثمانية فدان. نعم. مريت على فترة الصيف وفترة الشتاء. نعم. كم الإنتاج وصل في فترة الشتاء؟ في فترة الشتاء في الأسبوع تقريبا في الشتاء 3 طن. إذا قطفة واحدة. نعم. في الأسبوع. في الأسبوع. 3 طن. طن. نعم. بالنسبة للصيف؟ بالنسبة للصيف بسبب زيادة درجة الحرارة فيكون في الأسبوع قطفتين يوصل إلى 6 طن. وفي بعض الأحيان مرات يزيد إلى 7 طن. أنت مريت بالفصلين. نعم. صيفا وشتاء. نعم. احتجت إلى كثير من المستلزمات الزراعية. نعم. إلى أسمدة، مبيدات، إلى عمالة. نعم. إلى حتى تراخيص لإقامة بعض الأعمال داخل هذه المزرعة وإنشاء مثل هذا المشروع الزراعي. نعم. السؤال. نعم. هل هو مشروع مربح؟ مربح جدا وله جدوى اقتصادية. السوق عندنا في عمان يتطلب إلى لو 20 طن في الأسبوع، يعني الطلب عليه كثير. زين، حتى لدرجة احنا وصلت معنا شركات إلى المزرعة إنها تريد تأخذ كميات كبيرة لتشحنه خارج السلطنة. والمنتج العماني والمحلي الآن له طلب أكثر عن المستورد. ليش؟ لأنه طعمه أفضل وألذ وما متخزن، وقد يكون في موضوع المبيدات والأسمدة يكون أفضل عن اللي مستورد. المستورد ما تعرف ويش الأسمدة المستخدمة، ويش المبيدات المستخدمة له. إذن بإمكاننا نحن إنه من خلال هذه الأعمال تتحول مزارعنا إلى توفير دخل مادي حقيقي للمزارعين. نعم. لا تتعذر بارتفاع درجات الحرارة أو بشح المياه أو الآفات والأمراض اللي تصيب الفيفاي. فعمر مزارع يحتذى به، فهو في ولاية منح واللي فيها درجات الحرارة مرتفعة وأيضا الماي ينقطع في بعض الأحيان. اجتهد وثابر وتجاوز هذه التحديات، فليش أنت ما تجتهد وتعمر من مزرعتك؟ فالتحديات أحيانا شبه مشتركة، فعليك أنك تتجاوزها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وأيضا وضع وسائل الري المتقنة في شأن المياه وأيضا المكافحة الصحيحة في مواعيدها، وإن شاء الله راح تنجح في زراعة الفيفاي وبالتالي تجد مصدر دخل آخر لك. من الأفكار اللي عليك تشتغل فيها حتى أنك تقلل من المصاريف التشغيلية وفي ذات الوقت يكون لك مشروع تكميلي لمشروعك الأصلي واللي هو زراعة سمك البلطي. بهذه الطريقة راح تقلل من استخدامك للأسمدة وأيضا راح تصحح من الرقم الهيدروجيني للمياه، وبالتالي النتيجة النهائية هي زيادة امتصاص النبات للعناصر الغذائية وحلاوة الثمر. راح يكون عندك مشروعين في وقت واحد واستفادة وكفاءة عليا للمياه. الرقم الهيدروجيني المناسب لزراعة الفيفاي هو اللي يكون بين 5 إلى 7، لكن الأفضل واللي تقود في زراعة الفيفاي لما يكون الرقم الهيدروجيني من 5.5 إلى 6.5. هناك كثير من المعاملات اللي يمكن أن نعملها في الحقل حتى أن نعدل من هذا الرقم الهيدروجيني هو من خلال وضع المركبات اللي تخفض الرقم الهيدروجيني حتى أنه ما يكون عندنا نقص في العناصر الغذائية، حتى يكون هناك في امتصاص جيد للعناصر الغذائية للحقل. كذلك من الأشياء اللي علينا أن ننتبه عليها أنه الفيفاي لما يكبر عمق الجذور تصل إلى 2 متر، ولكن الجذور النشطة في الفيفاي هي من 25 سمتي إلى 50 سمتي عمقاً. الشتلة بعد ما تصير كبيرة تكون سهلة التأثر بالرياح. هناك في تجربة زراعية أخرى لزراعة الفيفاي داخل البيوت المحمية غير المبردة أو اللي نسميها المظلات الزراعية في ولاية السويق مع المزارع علي البداعي. هذه التجربة من شأنها تقليل المصاريف التشغيلية، لكن علي عانى من بعض التحديات اللي علينا نسمعها ونتلافاها حتى نتجاوز هذه الإشكاليات
ونتقدم في زراعة الفيفاي. الأخ علي، أريدك تحدثني عن خلاصة التجربة لزراعتك للفيفاي في المظلات الزراعية، ولكن خلينا نركز على الأخطاء الزراعية حتى يتلافيها المزارع المستمع. طبعاً من ضمن الأخطاء اللي وقعت فيها في السابق أني زرعت نبات الكيرلا، فالهدف كان منه تظليل للشتلات الصغيرة اللي هي الفيفاي، لكن هذا سبب لي استطالة في النبات والإثمار أتى متأخر، إلا بعد ما كشفنا الكيرلا ألغيناها، يعني تخلصنا منها ألغيناها وعطينا الضوء للأشجار الفيفاي، بدأت الإثمار تبدأ من الجزء العلوي، وهذا أحد الأخطاء. الإثمار تكون في الجزء العلوي يسبب عدم توازن للشجرة أو ميول للشجرة، ويسبب لها انقلاع من الجذور أو انكسار. كل ما أخذت في الطول ارتفاع أكبر، أيوة، كل ما تعطيك ثمار أصغر بسبب توصيل العناصر يعني إلى الثمار. يعني يفضل كعمل تجاري استبدالها أو في طريقة أخرى؟ الأغلب يستخدم استبدالها، يتخلص ويزرع شتلات، لكن بالنسبة لي أنا عندي تجربة أني أقطع الشجرة وأخليها تنمو على فرع واحد من جديد. يعني مثل هذا الشجرة الحين وصلت إلى سقف، يعني فهل بتقطعها؟ نعم، بقطعها إلى ارتفاع نص متر إلى متر أقصى حد تقطعها، وطبعا هي بتعطيك من ثم تفرعات جانبية براعم جديدة أكثر من واحد، يمكن 5-6 تخلص من الباقي وأترك أقوى واحد. هل سمعت أخوان المزارعين الإشكالية اللي واجهها علي واللي هي الظل واللي سببت في استطالة نبتة الفيفاي كان لها أثر بالغ عليه؟ سمعوا شو قال. من السلبيات اللي واجهناها في التظليل سابقا في الإثمار المتأخر، وإن حصل في إثمار متقدم في فترة التظليل الإثمار الثمار تكون بشكل صغير أو قزمية وتكون مفتقرة للعناصر، تكون جافة من الداخل عند مرحلة النضج. لو نلاحظ هذه الثمار هذه في فترة التظليل، توقف الثمار وعطت استطالة من ثم إثمار جديد بعد إزالة التظليل. هذه الثمار لما توصل مرحلة النضج تكون كاملة من العناصر والفيتامينات وتكون عصارتها بشكل مرغوب جيد. الحين بعد ما سمعت لك أنا صراحة تحمست أني أعمل مشروع زراعة الفيفاي، راح أفرغ جزء من مزرعته واللي فيها بقلع وبسوي مثل ما أنت عامل. لكن نعم، السؤال المهم واللي نتمنى أنك أيضاً تعززم هذه المعلومة، هل هو مجزي تجاريا؟ نعم، مجزي تجاريا خاصة لهذا الصنف. هذا الصنف جودته هي اللي تروج لها، يعني جودة الثمار أو جودة هذا الصنف هي اللي تروج بنفسها للمزارع. ما يحتاج المزارع يروج يقول هذا صنف ممتاز، اللي يجرب المرة الأولى والثانية يرجع لك المرة الثانية والثالثة والرابعة. طبعا سعر الكيلو عندي هنا في المزرعة 650 بيسة، طبعا درجة أولى. الدرجة الأولى يكون طبعا هو الحجم، يكون حجم كبير يعتبر درجة أولى. الدرجة الثانية الصغار حجمه يكون على 400 بيسة إلى 450 بيسة. والقشرة ماله كيف؟ القشرة خفيفة مش سميكة كثير. زين، هذا اللي أمامي نبقى نتأكد أساساً هي الشجرة تشوفك تقول تعالك طفني. يلا بسم الله، شكلها تنادي وتنادي. أخواني المزارعين، استعرضنا تجربتين لزراعة محصول الفيفاي والتي وصفت أنهما ناجحة وأيضا حققت لمالكيها مردود مادي حقيقي.
الأمر المهم اللي علينا التركيز فيه أنه الأراضي إذا ما استغلت استغلالاً صحيحاً وسليماً ومدروساً حققت لمالكيها مردود مادي حقيقي. السوق المحلي لا زال غير متشبع من هذه الفاكهة، ناهيك عن السوق العالمي والطلب عليها. إخواني المزارعين، أراضيكم تعتبر ثروة، عليكم الانتباه لها، عليكم التركيز عليها، وعليكم يا مستثمرين تحريك بوصلة الاستثمار إلى الأراضي الزراعية ففيها مكسب مادي، وعليكم بتعمير أراضينا والوصول إلى الأمن الغذائي في البلد.